الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وصلاة وسلاما على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج التحبير، لنستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، ولنزين القرآن بأصواتنا، ولنقف أيضا كذلك على المعاني أو على بعض المعاني من الآيات التي نقرأها. وهذه هي جنة الدنيا، أن يعيش الإنسان مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع كتابه وكلامه، فما أجملها من لحظات وما أنفسها من أوقات أن تكون في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتلاوة وتدبرا وعملا بإذنه جل جلاله. أيها الأحبة الكرام، نقرأ في هذه الآيات من سورة البقرة، من الآية 75، من قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهذا إن شاء الله تعالى بداية الحزب الثاني من القرآن الكريم. نقرأ ذلك إلى نهاية الربع: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وتجدون الآية التي سنبدأها أو سنستفتح بها في الصفحة 11 في منتصف الصفحة، ويشاركنا إن شاء الله تعالى في تحبير هذه الآيات وتزيينها بأصواتهم الأخوان الكريمان الشيخ عبد الحميد برناوي والشيخ عبد الله عز الدين، وأنتم تشاركوننا إن شاء الله تعالى بالمتابعة والإنصات للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فتح الله عليك، أحسنت عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بارك الله فيك وأحسن الله إليكما وإلى من شاركنا بالاستماع والإنصات. طبعا ننوه إلى أن الوقف في قوله بالعدوان وإن يأتوكم يعني أسارى أن الأولى هو الوقف على العدوان أو وصله إلى أن نبلغ به قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هذا نبينه إن شاء الله في الحلقة في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يتعلق بالوقف وببعض الأحكام التجويد، ولكننا الآن نذهب وإياكم فاصلا قصيرا ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. جاهز إن شاء الله. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه الآيات التي استمعنا إليها بدايتها أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها الصحابة أيها المسلمون يا من تساكنون اليهود الذين يدعون أنهم أهل كتاب وأنهم يملكون الحقائق، أتطمعون في إيمان هؤلاء وقد عرفتم حالهم مما سبق؟ هذا الكلام له أهميته في ذلك الواقع، بل له أهميته
إلى يومنا هذا. ذلك أن اليهود يدعون بأنهم هم سدنة الحقيقة، وأن عندهم تاريخ النبوة، وأنهم إذا لم يشهدوا لأي أمة من الأمم بالأحقية أو بالحق في مسألة الرسالة، أن ثمة نقص. فكانوا يشوشون في المدينة بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أنهم أهل الكتاب وأنهم أهل الحقيقة وأنهم يملكون الحقائق، وكانوا يشوشون بهذا على المشركين أيضا، كما في الآيات من سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكان الصحابة يتمنون إيمان وإسلام هؤلاء، ولا يعرفون مقدار الحسد والحقد الذي يوجد عند هؤلاء. نعم، هم في الظاهر أنهم أهل كتاب وعندهم، لكنهم في الحق في قلوبهم غير متجردين للحق، لا يريدون إظهار هذا الحق. وهذا ما فضحهم الله تعالى به وكشف عنه في هذه الآيات: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان من علمائهم وأحبارهم من يسمع كلام الله، أي يبلغه القرآن أو تبلغه التوراة ويعرف ما فيها، ثم يحرف الكلم بعد أن استمع إلى كلام الله تعالى وعرف كلام الله، لا يبلغه كما هو، وإنما يحرفه ويضع كتابا آخر، كما قال أهل العلم في هذه الآية: كان منهم من يحل الحرام ويحرم الحلال ويضع له كتابا، فإذا جاء صاحب الحق وكان الحق معه وأعطاه رشوة فإنه يخرج كتاب الله لأن الحق معه، وإذا جاء المبطل برشوته فإنه يخرج له الكتاب الآخر الذي فيه حقه، الذي فيه حق هذا الإنسان. وإذا جاءوا إليهم من لا يدفع رشوة فإنهم يخرجون له كتاب الله كما كان. يتلاعبون ليشتروا به ثمنا قليلا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وانظر إلى الوصف القرآني لهم: ومنهم أميون. كيف يكونون أميين وهم يقرؤون ويكتبون؟ لتعلموا أيها الأحبة الكرام أن الأمية الحقيقية ليست عدم القراءة والكتابة، وإنما الأمية الحقيقية أمية عدم الدين. إنسان الذي ليس عنده دين ولا عنده إخلاص، هذا هو الأمي على الحقيقة. فسماهم الله أميين مع أنهم كانوا يكتبون، لكنهم أميون من جهة ما انعدام الأخلاق، من جهة انعدام الإخلاص والصدق، لا من جهة انعدام القدرة على الكتابة والقراءة. ومن هنا فإننا نقول إن هذا المثقف الذي يدعي الثقافة ويدعي الشهادة ويدعي العلم والتنور، إذا كان بعيدا عن الدين ولا علاقة له بأصول الدين من الإخلاص والصدق، وهذا أمي. بل المرأة أو العجوز أو الشيخ الكبير الأمي الذي يحافظ على صلاته والذي يحافظ على دينه وعقيدته ويعرف عظمة هذا الدين هو أفضل منه. بل الأمي الحقيقي هو هذا البعيد عن الدين، أما الذي يعرف دينه فهو على الحق. ولذلك بعض الذين تاهوا في الفلسفة وعلم الكلام وضلوا ضلالا بعيدا عن حقائق القرآن الكريم، تمنى بعضهم لو أنه مات على عقائد نساء نيسابور، مع أنه كان أستاذا يعلم في المعاهد وفي المدارس، لكن ما تعلمه من علم الكلام والفلسفات أحدث له الشك والشكوك والريب، في حين أن المرأة العجوز من نساء نيسابور على فطرتها ويقينها متأكدة من أن الله واحد وأنه خالق الوجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق. فمثل هذا
لما دخل في العلم الذي لا ينفع وأحدث له من الشك ما أحدث له، تمنى لو أنه كان على عقائد العجائز التي لم يقرأن ولم يكتبن. فالله سبحانه وتعالى ينبه هنا إلى أن الذي كان عندهم من الكتابة ومن القراءة ما نفعهم، ما نفعهم. وهذا البهتان في الأحبار اليهود وفي علمائهم كان ماثلا ظاهرا حتى عند أحفادهم، ليس في الأسلاف وإنما حتى في الأحفاد. ولا أدل على ذلك من تلك القصة التي وقعت في المدينة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة، حيث جاء عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، جاء وقد تأكد من صدق نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إنه اليهود قوم بهت يكذبون، فسلهم عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام خبأ عبد الله بن سلام خلف الستار ودعا أحبار اليهود فجاءوا ودعاهم إلى الله وندبهم إلى الإسلام فأبوا، فقال: ويحكم يا معشر يهود، ما تقولون إن أسلم، ما تقولون في عبد الله بن سلام، وما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قال: لا لا لا، حاشاه أن يسلم، أو حاشاه أن يدع دينه، أو كما قالوا. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله. قالوا: أكذبنا وابن أكذبنا وشرنا وابن شرنا، إلى آخر ذلك مما بهتوه به ونعتوه به، وقد قالوا قبل قليل: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا. فانظروا إلى كيف أنهم كشفوا أحوالهم، وكيف أنهم فضحوا حالهم في مثل هذا الموقف الذي ظهر فيه ما تناقضهم. فاليهود هكذا أحبارهم في تاريخهم، فالله سبحانه وتعالى يحذر منهم أشد التحذير، ويبين أنه ينبغي ألا يغتر الناس بهم ولا بمواقفهم ولا بشهاداتهم. ومن عجيب بدعهم وكذبهم على الله سبحانه وتعالى أنهم تجاوزوا الدنيا إلى الآخرة، فأعدوا لنفس أنفسهم هنالك مقاما معينا في الآخرة مهما فعلوا، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هكذا هكذا كأنهم يملكون النار ويملكون الجنة ويتصرفون فيهما كما يشاءون. ادعوا وزعموا بأنهم ما داموا هم شعب الله المختار فالنار ليست لهم، النار لغيرهم، الجنة هي التي خلقت لهم، أما النار فإن حطبها من الآخرين. وإن قدر أنهم دخلوا النار لمعاصيهم وجرائمهم فإنها لسعة من لسعات النار ولفحة من لفحاتها، أما أنهم يكونون من حطبها ومن مخلدين فيها هذا محال، هذه أكبر كذبة، كذبوها وصدقوها. والقرآن ذكر هذا أيضا في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لماذا؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أخطر شيء يعني يمر على أن, 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 أن الغرور، أن يصاب الإنسان بالغرور، وهذا الغرور يكون سببا من أسباب يعني الغرور بالدين، أن الإنسان يكذب الكذبات ويدعي الافتراءات ويخترعها ويخترقها، ثم بعد ذلك يصدقها ويسير عليها ويمضي فيها. هؤلاء هم اليهود. الله سبحانه وتعالى قال وقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله. هل في عهد بينكم بين الله سبحانه وتعالى أنكم ما تدخلون النار إلا مرورا، وأنكم أنتم يعني خزنة الجنة، وأنكم أنتم يعني سكان الجنة لا محالة؟ من الذي قال لكم هذا؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهنا أم بمعنى بل،
ثم الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يحامل الناس في مسألة الجنة والنار بموازين واضحة بينة، وهذا من عدله سبحانه وتعالى ورحمته، هذا من عدله ومعاملته للناس بالقسط. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صفية بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يا بني هاشم، لا يأتوني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هو الذي قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذه الحقيقة القرآنية، أن الله تعالى يعامل الناس بالأعمال، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. هل كل من وقع في المعصية مخلد في النار؟ الخوارج فهموا هذه الآية على غير ما فهمها السلف الصالح. السلفنا الصالح الصحابة ومن جاء بعدهم فهموا من الخطيئة هنا الشرك، أن العمل يصبح يحبط العمل كله بسبب الشرك. أما المعاصي والكبائر فإنها لا تخرج الإنسان من الملة، وعلى هذا فإنهم تأولوا قوله تعالى: خطيئته، بمعنى الشرك، مثلما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الواردة في آية الأنعام بالشرك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا، يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي ظلم هذا؟ ليس هو كل ظلم، وإنما هو الظلم الأكبر، بدليل قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا وهنا يعني نحتاج إلى تفسير الصحابة، ونحتاج إلى تفسير السلف. ولو ذهب الإنسان يأخذ من القرآن من دون أن يفهم طريقة السلف في التعامل مع القرآن أو في تفسير القرآن لضل ضلالا بعيدا، كما ضلت الخوارج في فهم هذه الآية، فذهبوا إلى أن كل من ارتكب خطيئة فإن عمله قد حبط، وإنه قد خرج من الملة بناء على هذا الفهم. ولكننا نفهم القرآن بمجموع آياته. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنحن قيدنا هذه الآية بضميمة ما في آية النساء أو في الآيتين من النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفهمنا هذا من السنة أيضا، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا أدخله الجنة. قال أبو ذر: يا رسول، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. فدل هذا الحديث على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة إلا أن يتلبس بالشرك الأكبر. أيها الأحبة الكرام، نذهب بكم أيضا فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم، فلتبقوا معنا. مستعد. الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، وصلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، أخذ الله تعالى ميثاقا على بني إسرائيل، كما أخذ الله ميثاقا على النصارى، وأخذ الله الميثاق على هذه الأمة. حكى الله تعالى في هذه السورة
الميثاق الذي أخذه على بني إسرائيل، والميثاق هو العهد. الله تعالى يجعل هنالك كلمات وأمورا وأعمالا بينه وبين خلقه، إن وفى الخلق بهذه الأعمال فإن الله يوفي بما وعد من الرضوان، كما قال عز وجل في هذه الآيات: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما قال تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذا الميثاق الإلهي الرباني هو تجديد للميثاق، ميثاق الفطرة، حين كان الناس في ظهر آدم عليه السلام فأخذ الله عليهم الميثاق أن يعبدوه، وحكاية هذا الميثاق في سورة الأعراف. فيأتي هذا الميثاق على ألسنة الرسل لتجديد ذلك الميثاق وتقويته وتأكيده. وهنا نجد أن هذه المواثيق الربانية أول ما فيها العبودية، العبادة، أساسها العبادة، يعني العبادة هي منطلق الميثاق، أساس الميثاق، مما يشير إلى أهمية التوحيد، وأن التوحيد هو أساس الدين. فدين لا توحيد فيه دين لا يقبله الله. الله عز وجل أول ما يبدأ بالتوحيد ونفي الشرك. وفي الميثاق الذي أخذه الله علينا نحن هذه الأمة في آخر سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أول ما في الميثاق ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فكيف يغفل أناس يعني عن هذا الحق الإلهي العظيم، سواء في دعوتهم أو في تربيتهم أو حتى في الأولويات بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعظم منكر ابتلي الناس به الشرك بالله عز وجل. فالله عز وجل أخذ على بني إسرائيل أول ما أخذ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بأعظم حق من حقوق عباده بعد حقه الأعظم، قال: وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر حقوق الخلق مرتبة، ثم ذكر حق كل الناس: وقولوا للناس حسنا. وهذا يعني الدين جاء من أجل أن يضبط العلاقات كلها، العلاقة بينك وبين الله، العلاقة بينك وبين الخلق. فالعلاقة بينك وبين الخلق بالخلق الحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال القرآن: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ومن غريب ما حدث لهذه لبني إسرائيل هؤلاء وهم من ساكني المدينة يثرب من قبل، أنهم لما جاءوا فوجدوا الأوس والخزرج القبيلتين من سكان يثرب المدينة كانوا قد انقسموا، فأصبح بعضهم حليفا للأوس وبعضهم حليفا للخزرج. وهم عندهم في كتبهم أنه لا يجوز لليهودي أن يقتل أخاه اليهودي، ولا يجوز أن يسلب ماله. فلما تحالفوا مع هؤلاء هذه القبائل كانوا يستجيزون ويستبيحون أن يقتل بعضهم بعضا وأن يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. فإذا جاءوا في مسألة الفداء، طبعا اليهودي لا يفتدي اليهودي، فإنهم يعملون كتاب الله تعالى في الفداء، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. طيب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني كيف سمحتم لأنفسكم أنكم يعني تعملون النصوص في 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 في, في القتال، لا تعملون نصوص القتال وتعملون مثلا نصوص الفداء أو العكس؟ لماذا أنتم تتناقضون في أحكام الشريعة؟ هذا هو المقصود.
الله سبحانه وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا ليس لهم فقط وإنما لهم ولنا. ولذلك قال بعض السلف نعم أبناء عمكم اليهود، لهم كل حلو، لكم كل حلو ولهم كل مر. لا، هم الله تعالى يعامل الناس بالسنن. فالله تعالى قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله حين نقرأ هذه الآية ونرى واقع المسلمين اليوم في أخذ بعض من الكتاب وترك بعض آخر، يخاف الإنسان أن يحيق بكثير من هذه الأمة ما حاق بالأمم السابقة، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم فينا شريعته ودينه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أيها الأحبة الكرام، في ما بقي من الوقت نذكر بعض الكلمات وما يتعلق بالتجويد في هذه الآيات إن شاء الله تعالى. ونبدأ بالآية التي قرأناها، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هذه الكلمة الأولى ننتبه فيها إلى التاء المرققة والطاء المفخمة والمقلقلة، أفتطمعون، فلا يسبق اللسان إلى تفخيم التاء فنقول أفتطمعون، لا بد من ترقيق التاء، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وهنا أيضا في الوقف لا بأس أن نشير إلى بعض الوقوف المهمة. الواو إذا كانت حالية فإنه ينبغي وصلها بما قبلها، فمثلا هنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، لا ينبغي لا, 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 لا نقف ونقول بعدها وقد كان فريق منهم، لأن الواو هنا حالية. فإنما نصل نقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. كذلك أيضا في الآية وهو محرم عليكم إخراجهم، فهنا الواو أيضا حالية، فلا ينبغي أن نقف قبلها وإنما نصلها بما قبلها. هذه بعض الإشارات في مسائل الوقف ومسائل وفي بعض الكلمات. تفضل الشيخ الحميد. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله، تفخيم لفظ الجلالة، أتحدثونهم بما فتح الله، نعم لفظ الجلالة بما فتح الله. أيضا يا شيخ المد في ليحاجوكم. أيوة أحسن، المد هنا مد لازم. كلمي مثقل، ليحاجوكم به عند ربكم. طبعا هذا يعني فيه مشقة ربما على بعض الناس في طول المد، وبعدها غنى أيضا في الإخفاء الشفوي، لكن لا بد من ذلك يعني لإعطاء كل حق حرف حقه مستحقه. أيوة عبد الله. أنبه على التفخيم في الخاء أتخذتم، وكذلك في الطاء أحاطت، وترقيق الحاء أحاطت. نعم. طيب نأخذها واحدة واحدة. أتخذتم الذال ظاهرة نظهرها عند التاء. نعم. ولا نقول اتخذتم لأنها قراءة أخرى. نعم. أحاطت يعني الألف مرققة مع بعد الحاء. نعم. ودائما إذا جاءت الألف بعد المرقق فإن يعني ذلك يزيده في رتبة الترقيق. نعم. وإذا جاء بعد المفخم فإن ذلك يزيده في رتبة التفخيم. نعم. فهنا أحاطت. نعم. وكذلك في خطيئته في الخاء والطاء. خطيئته اللي هو تفخيم الخاء. طبعا الطاء يعني ضعيفة في التفخيم. نعم. لأنها مكسورة. أنبه إلى ما ذكرته في أول الحلقة في قوله تبارك وتعالى تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم. فإذا وقفنا وإن يأتوكم جعلنا حكم يعني وإن يأتوكم حكم ما قبل، والصحيح وإن يأتوكم أسارة تفادوهم، هذا له حكم آخر. فدائما هذا النوع من الوقف يعني ينبغي الانتباه إليه لأنه يؤدي إلى الخلط في الأحكام. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى والصديقون والشهداء
عند ربهم لهم في قوله عز وجل الذين أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم, عند ربهم لهم أجرهم الذين آمنوا بالله ورسله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. فإذا وقفنا مثلا والذين كفروا لأدخلنا الذين كفروا في هذا الحكم مع أنه حكمهم آخر, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية في أصحاب السفت في قوله عز وجل ويوم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون, بعضهم يقف هذا الوقت مع أنه ويوم لا يسبتون لا تأتيهم, إذن ويوم لا يسبتون هذه حكمها بعد ذلك. فهذا النوع من الوقف يعني يؤدي إلى تغيير المعنى, فلذلك كما قال ابن أبي حاتم من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. فالانتباه إلى هذه المواضع من الوقف من الأهمية في مكان. أيضا كذلك أشير إلى ما ذكر إذا ما ذكرناه من قبل لكن هنا المناسبة مواتية, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا نطقنا بعضا أو بعض خاصة عند الوقف ينبغي أن نأتي بالباء مرققة وأن نأتي بالعين في بينيتها, يعني بمعنى أنها تخرج من يعني من يعني من الحروف البينية, هي حروف لين عمر, حروف لين عمر. وأيضا كذلك أن نأتي بالاستطالة في الضاد ببعض ببعض فلا بد. وكذلك مثل الأرض إذا وقفنا عليها أيضا. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا أن نأتي عليه وأن نذكره في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا من أهله الفائزين به الداعين إليه السعداء به يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن فجر يا أخي مشهود والخير